Gloria, jamais à vous, on m'a dit soirée, c'est une nouvelle cause. Mais non, on veut France, et ça, on m'a aussi à l'épée. Mais de l'autre, on veut le marché, on va y aller, on va y aller. خلص يا امي خلص طولي بالك يا امي طولي بالك بكرو يا امك يا هلا بيصير لك شي حاجه تبكي يا زاد علي هلا كنت تحبي لجدك ما بعرفه مات قبل ما اخلع ب20 سنه لا شو عم تبكي لك شو بدك يعني ما بتعرف كيف كلهم عم يبكوا شو بقولوا عني اذا ما بكيت ما راح احساس دخلك انت حماتي ليش عم تبكي؟ ما المرحوم متوفي من 45 سنه وانت ما بتعرفي. بكي على حظي. بدل ما يموت المرحوم من 45 سنه يموت من 55 سنه قبل ما حماتي تحبل بسليم. بدك تسلم بدك تسلم بدك تسلم بدك تسلم بدك احض العاطل لو ما خلق عمي ما كنت انت طلعت حماتي دي جيبها من الكاردري لك يا حياتي معقول بس انا قلت انه التيتا بتكون نايمه هلا ونحن صرنا زمان ما عدنا سوا تناغشنا قلت انه تناغش شوي والبنت حطيت عند وجيه نزيه اصروا بدهم يلعبوا هن وياها شو؟ ما اساس اتفقنا انا وياك انه ما بقدر نحط البنت عند وجيه ما اساس الا وجيه عم بعلمها على قلت التنزيف ووجيه عم بعلمها على الشيطانه اهلا بما كانت هذا كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان حياتي من وقت ما فرموا ابو منعم بطل يسترجع يعلمها شيء بس انا مشغول مشغوله وانا هلا بعد شوي رح انشغل كثير حياتي ما تيتا اليوم عزمي ست صاحبتها تعمل عندها بعد دغريه ايه وانا نسيت جيب معي شيء من السوق لحتى ضيفها بس لقيت عندي جاتو قلت بصفصفهم وبيطلعوا مرتبين وبضيفهم ولا هلا بشغلي بالك بهلا جاتوهات ولا همك حياتي انا هلا بنزل على البلد بشتري لك اطيب جاتو بالبلد وبحط لك اياها خلص شو تعزمي لك حياتي هاتوا لي لفاني بالطريقه يا عالم يا بس يا هو منو هلا شو اللي عم يعمل؟ منو جاي لعنا هلا بعد طلع بهالوقت؟ منو هلا لا ما جاب خبر عنا راح يعمل ليش بده تخبى عنا خير في شيء ابو منعيم خير منين بده يجي الخير وفي حدا بشقة وجيع على البلكون عم بكب زبالة وكلهم عم يجوا على بلكوننا معقول شو عم كذب عليك لكن هلا هلا حاشا وكلا ولو انت بدك كذب حاشاك ابو منعيم انت بدك كذب بكرف عم دق عليه الباب وما حدا عم يفتح قلت يمكن مخبى هون شو مخبى عندي هون بالبيت هلا البيت كله تحت امرك لا مش عليه منه هون انا اكيد ولو شو انا بدي كذب عليك ليش انت بتستعجل تكذب علي ليش بتكذب عليك ليش بدي كذب عليك ابو منعيم انا رايح فتش عليه وين بده يهرب مني ايه بدي لاقيه او ساعه اللي بلاقيه ايه بدي افرم وفرم وعدكم بعدك عم تخلي بنتك تلعب معه ها اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله شرفت يا اهلا وسهلا بالتيتا يا اهلا وسهلا كارول شو عملتي؟ كيف سكتي يا لدية؟ نيمتها كانت كثير خايفة فادي وين لقيتها؟ لقيتها على السطح مخبية مع وجيه وندي يا دلي انا البنت كانت عم ترجف انا عم حمامها بالحمام صارت تقول لي مامي وجيه وجيه اجا جون 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 وجيه واوا ليه يا تعتيري انا يا عمي هذه البنت تعقدت ليك فادي ما بقى تحور وتدور اللي وين لقيت ديا شو شافت البنت لهالقد خايفه شافت ابو منعم ابو منعم ابو منعم بس عم يهرسوا لوجهي ايش لك يا فادي ايش لك البنت ما بقى لازم تحط عند وجهي اجي السلام اجي السلام استهلا يا شيخ الله يرضى عليك بنكفي حديثنا بعدين فادي وقت فكر حالك زمطر اوكي يلا